في ذات السياق أيضا من ألمانيا ما ينضم إلينا سيد جمال بو حسن عضو مجلس النواب البحرينية سابقا. أهلا بك سيد جمال، كل عام وأنت بألف خير. يا مرحبا يا مثلا، كل عام وأنت بخير والسادة مشاهدينكم الكرام بألف خير. نعم أشكرك. إذا كيف تصف ما يحدث في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتراشق بين الإعلام الممول من قطر، ونتحدث هنا عن الجزيرة بشكل من الأشكال، وأيضا عن القنوات الأخرى التي تعمل في الداخل التركي والممولة أيضا من قطر، إن كنا نتحدث عن مكملين والشرق وما شابه؟ طبعا مما لا شك فيه بأن كل الإعلام المرتزق الذي يتعيش أو يقتات على التمويل الخارجي ويقتات على الأزمات ويقتات كذلك على شق الصف العربي سيتأثر بانخفاض التمويل الذي يصل إليه سواء من قطر أو من غير قطر. فبالتالي أعتقد بأن يعني الارتداد الحاصل الآن بين الإعلام المرتزق والإعلام المسير سيتأثر بما لا شك فيه سواء من تركيا أو من الدوحة أو من لندن. فبالتالي نحن ننظر لهذا الإعلام بأنه إعلام أجير، إعلام فاشل، إعلام لا يمتهن يعني رسالة الإعلام النزيهة ونزاهة الإعلام السوي الذي لديه رسالة يوصلها للمجتمعات. فهذا الإعلام إعلام سيء جدا ومعروف بأنه إعلام فاشل وإعلام لا يؤدي الرسالة الإعلامية المرجو منه. فأي إعلام يبنى على هذه الأتاوة وعلى هذا التمويل الخارجي سيتأثر بشكل أو بآخر. نعم، يعني دعني أقتبس من حديثك سيد جمال، يعني تفضلت بالذكر أن هذا الإعلام لا يقدم الرسالة المرجوة منها. في هذا السياق ربما نتحدث هنا عن التراشق في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا عن ما يتعلق بآيا صوفيا والحديث عن فتحه كمسجد مرة أخرى في الداخل التركي، والحديث أيضا عن السياسة المتناقضة لأردوغان. هو ذات الإعلام الذي تحدث عن آيا صوفيا الآن والذي يتحدث عن تناقض أردوغان هو الذي كان يصور للنظام القطري منذ شهر أو شهرين سيد جمال، النظام التركي عفوا. نعم، ما لا شك فيه بأن النظام المأجور دائما وأبدا لديه تناقضات كبيرة في رسالته الإعلامية. يعني نلاحظ يعني التردي في الرسالة الإعلامية واستغلال آيا صوفيا استغلال بشع من الناحية الإسلامية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الجغرافية. فيعني استغلال يعني هذا يعني المسجد على أساس يعني نوايا سياسية وأهداف سياسية طبعا ما بني على باطل فهو باطل. يعني نرى اليوم الإعلام بالأمس كان يمتدح واليوم يذم، فهذا يعني ديدن الإعلام المأجور، الإعلام يعني المنحط عفوا، يعني الإعلام الذي ليس لديه رسالة وليس لديه مضمون وليس لديه مبادئ وليس لديه أجندة تخدم المصالح العليا للأمة الإسلامية والعربية. فهذا التراشق يعني كنا نتوقعه يعني بين الحين والآخر من الإعلام المأجور، إعلام الجزيرة وغير الجزيرة. نعم، من وجهة نظرك ربما يعني نستبق الأحداث ونسأل هذا السؤال سيد جمال، هل هذا التراشق سيحل بشكل أو بآخر أم أننا نتحدث هنا الآن عن بدء هدم الإمبراطورية العثمانية الأردوغانية وما تقوم به قطر؟ طبعا أنا أعتقد بأن التراشق الحالي ما هو إلا مسمار في نعش العلاقات التركية القطرية ومسمار في نعش الإمبراطورية العثمانية المزعومة وانهيار لهذه العلاقات. لأن نحن كمحللين سياسيين ومتابعين نرى بوضوح وجلية النظرة المستقبلية لهذه العلاقات وللدولة العثمانية المزعومة التي يريدها أردوغان وحزبه المشؤوم. فما حصل في تركيا وننظر يعني قبل أكثر من 3 سنوات يعني انهيار اقتصادي، تفكك داخلي في الحزب حزب أردوغان، تفكك حتى في العلاقات الداخلية بين
المجتمع التركي خسارة تركيا لعلاقاتها يعني بين الدول الخارجية، يعني عدم يعني دخول تركيا ضمن الاتحاد الأوروبي، رفض الاتحاد الأوروبي لدخول تركيا، نرى علاقات تسوء بالدول العربية، تدخلات خارجية للنظام التركي. كل هذه المعطيات تعطي دلالة واضحة بأن يعني مشروع أردوغان العثماني سينهار قريبا جدا، والعلاقات القطرية التركية ستنهار وستتأثر تأثر كبير، سواء بالأزمة الاقتصادية الحالية أو أزمة كورونا أو الأزمة الإعلامية الآن التي نراها بين النظام التركي والنظام القطري. كل هذه المعطيات تعطي دلالة واضحة. ولا ننسى كذلك تدخل النظام التركي في الدول العربية سواء في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، يعني هذه التدخلات يعني ستؤثر حتما على العلاقات العربية التركية والعلاقات العربية العربية، وأنا أقصد هنا بالعربية العربية أقصد علاقة قطر النظام القطري بالدول العربية جمعاء، ووضع قطر بين الدول العربية.